منذ سنوات كان ينتظر هذا الشاب أن يسمع صوت ماكينة القص مجدداً بعد رحلة تهجير ونزوح طويلة. عمار الذي تعلم النجارة منذ صغر سنه وتمسك بها عاد إلى المنطقة اليوم لوحده ورفع الأنقاض ومخلفات الحرب وخاطر بالموت لأجل الحياة. في أول ما رجعنا المكان يعني بحيث أنه من الباب ما أقدر أفوت من الأنقاض، كيف الأنقاض تقريبا يا المكان يا لحد. وليس ببعيد عنه يعمل هنا أيضا ابن أخيه الذي تعلم منه المهنة، وجيل تلو الآخر يواصل الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد رغم مصاعب الحياة. وبين رائحة الموت والجثث عاد عمار وهيثم ليفتتحا هذا المعمل الصغير ويحافظا على تاريخ عائلتهما وتاريخ المنطقة أيضا. كلنا من هنا مسكين بيا؟ ايه مسكين بيا، ايه صنعتنا ممكن أجدادنا يشتغلون بالنجار. شو صار؟ والله صار لي تقريبا 13 سنة. تنقش هذه الأيادي من جديد ملامح حياة جديدة فيها بصيص أمل ممتلئ بذكريات الوجع والفقد، لكن تمسك أبناء المدينة القديمة بجذورهم التاريخية أعادهم إلى المنطقة وأعاد معهم رسم صورة جديدة للمستقبل تخطها أياديهم. نرجع لمكانك أحسن لك. رجعنا نظفنا المكان وقعدناني سحبنا كهرب من الشارع العام الوطني، ما كهربوني منطقة معدومة، رجعنا على شغلنا بدون تعويضات بدون لا 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 ما هو كاي تعويض، لا دعم ولا اي تعويض، من ذاتنا اشتريت المكان ورجعت اشتغلنا. قرابة 11,000 وحدة سكنية قد تضررت في المدينة القديمة ودون اي تعويضات مالية، فان غالبية من عادوا الى الموصل القديمة قد تمسكوا بتاريخها وحبها لهم من اجل الصمود والاستمرار. ضجيج المكائن في هذا القبو الصغير يتحدث عن معان عديدة، منها الإصرار على عودة الحياة في مناطق ما تزال تشكو من جراح الحرب وذكرياتها المؤلمة. من الموصل القديمة محمود الجماسة، قناة التغيير.